مساء الخير أعزائي مشاهدي صدى البلد، معكم الشمس يونس من الأقصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة مدرسة إسنا الابتدائية الحديثة ودعت أحد أبنائها معلمين أحد المعلمين المدرسة أثناء الفترة الصباحية أثناء الطابور بعد تحية العلم على طول. مدرس الأستاذ المعلم حسين سعد الصادق مدرس الدراسات بالمدرسة، فأثناء الطابور وفاته المنية. فإحنا النهاردة داخل المدرسة بعد صلاة الجنازة على المتوفي، وهنا إحنا معنا مدير المدرسة وأصدقائه بالمدرسة وداخل المدرسة اللي توفي فيها. السلام عليكم أستاذ محمد علي، مدير مدرسة إسنا الابتدائية الحديثة. إزاي حضرتك يا فندم؟ البقاء لله يا فندم. اولا في المعلم حسين سعد الصادق معلم الدراسات بالمدرسه. يعني انا عايزه يعني تحكي لنا بالظبط يعني اللي حصل النهارده ايه. والله اللي حصل النهارده احنا جينا الصبح عادي جدا، دخلنا الطابور عادي جدا، وهو كان معلم حسين اثناء الطابور احنا كنا في الاذاعه فجاه جالنا كده وجع على الارض. يعني بعد تحيه العلم وفي الاذاعه؟ بعد تحيه العلم وفي الاذاعه. جرينا عليه طبعا وبتاع، لما لقى الاستاذ نبيل والاستاذ ميلاد والاخوات والبنات والزملاء كده حاولنا نجيب لهم الحاجه كده، كنا نام يعني شخص زخره كده وبتاع. عارف خدنا المكتب وصلنا الاسعاف، جت الاسعاف وحولنا المستشفى. المستشفى ده جاي رحمه الله، عليه رحمه الله. كان كويس معاهم في الصبح عادي جدا، دخل الطابور عادي، طلب معانا في الاستاذ الطابور عادي، وصلنا الاولاد عادي، شيء مشكله. يعني احكي لي يوم النهارده بالذات يعني اخر يوم. كان يوم صعب علينا كده، زميل معانا يزرق لينا فجأة كده وبتاع، وحصل حرب الذعر بين البنات والأولاد. الحمد لله يعني بالحكمة والهدوء كده عدينا اليوم على خير يعني كده. اخوانا بتوع الإدارة مدير الإدارة ومدير الإدارة ومدير التعليم الابتدائي ومدير الأمن الإدارة كانوا معانا في الجنازة. الحمد لله. استاذ احمد درديري مدير المدرسه في الفتره المسائيه، احكي لنا بقى لما سمعت وفاه المعلم وحضرتك ما كنتش موجود. استاذ حماده كان موضوع مفاجئ بالنسبه لي طبعا. بسرعه كده نزلت جيت المدرسه بسبب زمايلي المدرسين عندي كلهم جو يرمحوا، قالوا هو ربنا المستشفى كان الموضوع انتهى يعني، ورجعوا في البيت بسرعة كده. جهزنا نفسنا طلعنا معهم على الجنازة. كان موقف صعب جدا بالنسبة لي، لأنه هو كان زميل عزيز وصديق منذ الطفولة يعني من الابتدائي، كنا مع بعض. فكان موقف بالنسبة لي صعب جدا بالنسبة لزمايلي، وصعب جدا عشرة متواجدين دائما مع بعض. رحنا يعني كأسرة واحدة في المدرستين، تعتبر مترابطين جدا مع بعض. يعني كان موقف شديد يعني المرحوم كان صديق لي زميل دراسه بالنسبه لنا يعني. كان الموقف صعب جدا بالنسبه لنا، يعني ما عرفناش نصرف. مأساة بالنسبه لنا. صدمة طب استاذ نبيل، حضرتك وكيل المدرسه وكنت حاضر اثناء صديقه يعني وصديق المرحوم، كنت حاضر لحظه الوفاه ولحظه اول ما دخل باب المدرسه. احكي لنا اول ما دخل باب المدرسه. دخل باب المدرسه وقف على الباب، صباح الخير يا نبيل، صباح النور. جه قاعد جنبي دقيقه، انا جه المدير دخل لبنين المكتب من المكتب راح الطابور، ما فيش فرصه الاذاعه تحيه العلم. ابتدى بقى ايه، سمعت الصوت بتاع رمح على الطابور هناك، لقيت صوت الارض والحريم والمدرسات والعيال. كان موقف صعب يعني. طب والطلاب كان شعرهم ايه ساعة سماعهم اللي حصل؟ في ملحوظة حلوة كانت من هذا يعني، في بعض الطلاب حضروا معانا الجنازة. يعني الطلاب طلعوا الجنازة معانا، طلعوا الجنازة، طلعوا الجنازة معانا. دي لفتة حلوة يعني برضه. لأنه هو كان برضه غيور على مصلحة العيل. كان في علاقة بين بين المدرس وطلابه. كان يقسم انت يقسو انت يحن انت، كان يعني يستحوذ على العيال. كان يقسو ويرجع، يقسو ويرجع يرجع يعني. كان يراضي العيل قبل يمشي، وكان الحمد لله. طب وبالنسبة لزملاته وزمايله كان متأثر جدا،
اثناء اليوم الدراسي. كملتوش اليوم الدراسي يعني. حالة الزعر اللي حصلت موت الفجأة. الحمد لله الحمد لله. طب استاذ نبيل انت صديقه يعني اخر يعني اخر يوم النهارده الصبح يعني احكي لنا عليه لما كان يعني لما كنتوا تبقوا موجودين مع بعض كلامه ازاي عن الطلاب عن اصدقائه يعني احكي لنا موقف حلو حصل بينكم وبين بعض. اول حاجه كان اهم حاجه مصلحه العيد. تحضيره ملتزم. بعد كده بيعرف ازاي يتعامل مع التلميذ او مع الطالب يعني كان يشد عليهم ويجيب شويه مثلا ذعر وسطيهم او حاجه زي كده لكن كان اخر نهار لازم يراضي العيل ويمشي تمام كان حريص على مصلحه العيل فكان محبوب برضه من العيال مهما حصل العيال برضه بترجع والدليل النهارده يعني عيال رابعه وخمسه وسته اللي بياخدوا كانوا بيشيلوا معانا لما كان واقع يدهم بيت بايدنا وراحوا معانا لغايه البيت عنده وطلعوا معانا الجنازه في الجبل يعني كان يعني الطلاب وحضروا جنازته العيال ونعوه كمان 11 سنه و12 سنه حضروا معانا الاولاد والبنات برضو كانوا هناك عند البيت البنات اللي في رابعه وخمسه والمدرسات طبعا مدرسين ومدرسات راحوا جنازه حتى بتوع الفترة الثانية برضه اتصلنا بيهم الأستاذ أحمد غنى عليهم وجابهم وحضروا الجنازة وللأمانة حسين الله يرحمه يعني كان عنده حاجة ميزة يعني كده كان منتهى الالتزام طول الصبح يحضر أول واحد التزام في الطابور ثاني تفاطره قبل أي زميل يجيب التفاطر حضر لما يوصل يحضر دي بصراحة شهادة بالله كان يعني ملتزم وكان كان دايما يعني جاهز ومتواجد انا مش عاوز اخليه حد يسالك على حاجه اول واحد مش عارفه اقول لكم ايه والبقاء لله في المرحوم وكنت عايزه في الاخر اكيد اكيد لا اله الا الله محمد رسول الله حسين كان مر عندنا لجنه في المدرسه كان فيها مدير تعليم بداية دخل الفصل وشاف كده شاف مدرسه التلاميذ الاستاذ جمال نفسه وحده قال لي اللي بيدي الدراسات هنا دبلوم معلمين مين؟ دكتور حسين سعد قال لي عشان كده الكتب جاهزه وماشي بالطريقه التعليميه الصح من غير ما اعرف مين كان اللي بيدي الدراسات ده اكيد راجل بدون معلمين راجل متمكن راجل متمكن من مادته يعني مين ده يكون حسين سعد قال لي من غير ما اعرفه انه ده راجل جاهز يعني طب انا كنت عايزه منكم كلمه اخيره لاسرته في اخر قبل ما نقفل مع بعض يعني وجهوا لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويبارك في اولادهم ويلهمهم الصبر ويلهمهم معايا الصبر ويقويهم على البقاء شكرا لكم والبقاء لله وربنا يجعلنا اخر الاحزان وشكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا صدى البلد احنا في مدرسه المرحوم المعلم حسين سعد الصادق اللي توفى التي وفاته المنيه اليوم اثناء عمله في اثناء الطابور واحنا مع اصدقائه ومدير مدرسته كل الناس هنا كان زعلانه على انها فقدت معلم من المعلمين يعني انا احنا بنقول عليه من الجيل القديم اللي لسه في ارتباط بينه وبين طلابه ان الطالب لما يطلع ورا مدرس اول ما يعرف ان هو توفى ويروح يحضر جنازته وهو طالب خمسه ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وسته ابتدائي ويصمموا انه يحضروا جنازه معلم ده يبين لنا ان الدنيا لسه بخير وان في علاقه حميمه بين المدرس ما زالت في علاقه حميمه بين المدرس وطلابه وشكرا لكم شكرا لكم اعزائي مشاهدي صدى البلد